السلام عليكم. اليوم سنتم آخر حصة من حصص درس الصين قوة اقتصادية صاعدة. في الحصص السابقة تعرفنا على مظاهر وعوامل قوة الصين باعتبارها من القوة العالمية الصاعدة، وأصبحت تنافس مجموعة من الدول الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر قوة اقتصادية في العالم. إذن خلال اليوم سنتعرف على ما هي المشاكل التي تعاني منها الاقتصاد الصيني، وما هي المشاكل التي تعانيها منها الصين ككل. إذن سنبدأ بالتحديات وكذلك المشاكل. إذن من خلال وثيقة واحد صفحة 219، إذن هناك نص يبين لنا المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني، ومن أهم المشكل الذي يعاني منه الصين وهو تبعيته إلى الدول الأخرى. ماذا نعني بالتبعية؟ أنه دائما يحتاج إلى المواد الأولية من الدول الأخرى، باعتبار رغم أنه ينتج بشكل كبير المواد الأولية مثل المعادن والطاقة، إلا أنه يبقى يحتاج إلى مواد أخرى، لأنه كثير تصنيع وكثير الفلاحة وكذلك تجارة دياله كبيرة جدا، فلهذا فإنه يحتاج بشكل مستمر للمواد الأولية. عند لهذا فإنه يقوم باستيرادها من مجموعة من الدول، إذن من الدول الكبرى التي تقوم بإنتاج هذه المواد الأولية، إذن مثل المعادن والمواد الطاقة. إذن من خلال النص نبين لنا أن الصين رغم القوة الاقتصادية ديالها أنها تبقى تابعة للدول الأخرى، خاصة من المواد المعدنية كالألمنيوم وكذلك الحديد والفولاذ والفحم الحجري، حيث يبين النص أن الصين لوحدها سنة 2004 استهلكت ما يعادل 20% من الإنتاج العالمي من الألمنيوم، هذه نسبة كبيرة جدا، وثلث الإنتاج العالمي من الحديد إذن والفولاذ وكذلك الفحم الحجري. إذن يبين أن الصين دائما تحتاج إلى المواد الأولية، فلهذا فإنها تقوم باستيرادها من الدول الأخرى، وهذا مشكل في حد ذاته، لأنها دائما تبقى رهينة بالسوق الخارجي بارتفاع المنتوجات، ارتفاع الثمن وانخفاض الثمن. إذن هنا كذلك يبين لنا أن الصين إذن مشكل ثاني كتعاني منه. الثاني الأول هو أنها دائما تحتاج لمواد أولية من الدول الأخرى، والتي تقوم بإبرام اتفاقيات مع مجموعة من الدول المجاورة لأخذ هذه المنتوجات. هناك مشكل آخر هو المنافسة الخارجية. تعرفنا في الحصة السابقة أن هناك مجموعة من الدول لديها صناعات قوية، لها فلاحة قوية، ولديها تجارة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فلهذا فهذه الدول فهي منافسة قوية للصين. إذا تنافس الصين بقوة على هذه على الصناعة في الفلاحة والصناعة وكذلك التجارة. لهذا فإن المشكل دائما الصين، فإنها تخوف دائما المشاكل الاقتصادية التي يمكن أن تضرب البلاد بسبب هذه المنافسة القوية، وبسبب كذلك أنها دائما تحتاج إلى المواد الأولية. إذن هذا هو أول مشكل، هو أن الاقتصاد الصيني رهين بالأسواق الاقتصادية الخارجية، وأنه دائما بحاجة إلى المواد الأولية مثل الألمنيوم وكذلك الفحم الحجري وكذلك الفولاذ، كما أنها تعاني من المنافسة الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. الآن سنتعرف على مشكل آخر هو مرتبط بالمشكل الاجتماعي من خلال وثيقة 2 ووثيقة 3، إذن صفحة 219. إذن من خلال وثيقة 2 ووثيقة 3، خلال وثيقة 2 نبدأ بوثيقة مبيان تفاوت مستوى المعيشة بين الأرياف والمدن. إذن لدينا مبيان بالأشرطة، عندنا إذن عمود يبين سكان الأرياف وعمود آخر يبين سكان الحواضر يعني سكان المدن. إذا لاحظتم أن نسبة الفقر وفئات أخرى يعني فئات متوسطة وفئات غنية، إذن هذه الفئات الأخرى هي نقصد بها الفئات الغنية والمتوسطة الدخل، متوسطة الدخل، وعندنا فئات نسبة الفقر ضعيفة. إذن نلاحظ أن سكان الأرياف إذن فيهم نسبة كبيرة من الفقراء، إذن نسبة 29%، بينما سكان الحواضر المدن فيها 8%. إذن هنا نلاحظ أن الأرياف نعم فيها نسبة مهمة من الفقراء، أنها نعم هناك أرياف فقيرة، إذن هناك أرياف تعاني من الفقر، هناك أرياف أخرى تعاني من الأمية، إذن هذه الأرياف، إذن هذه الأرياف
هذا الفقر اذا في هذه الارياف يخلق مشكل للمدن. غنتعرفوا عليه شنو هو هذا المشكل. غناخذ الوثيقه 3. اذا شوفوا معايا نسبه الفقر. اذا سنه 2005 كانت نسبه الفقر بالصين 46.7%، وهي نسبه كبيره جدا. اذا نصف من سكان الصين فهم فقراء. الى هذه النسبه بقيت انخفضت. اذا في سنه 2014 ونعم ونعم 13 وكذلك 12 انخفضت هذه النسبه وصلت الى 13%. اذا هي تنخفض، ولكنها سنه 2005 كانت نسبه كبيره، نصف من سكان الصين يعانون من الفقر رغم التطور ديال الصين ونعقو اقتصادية صاعده، الا انها كتعاني من الفقر. اذا هذا نسبة الفقر الكبيرة. اذا جعل الصين تحتل الرتبة 85% عالميا من مؤشر التنمية البشرية. اذا هنا نسبة التنمية البشرية في الصين يمكن ان نقول انها متوسطة، نسبة متوسطة، ليست جيدة وليست ضعيفة بل متوسطة، ما جعلها تحتل الرتبة 85 عالميا من حيث مؤشر التنمية البشرية. وكذلك نلاحظ ان الدخل الفردي، متوسط الدخل الفردي للصين هو 1100. اذا هذه الدخل الفردي هو 1100. اذا تعرفنا في حصه ديال التنميه تعرفنا شنو الدخل الفردي. نقصد بالدخل الفردي هو حصه الفرد من الناتج الاجمالي الخام. اذا الناتج الاجمالي الخام، اذا كنشدوا الاقتصاد ديال الصين يعني الانتاج ديالها الخام من دون غير المداخل ديالها، يعني من دون المصاريف اللي كتصرف. اذا على تلك القطاعات. اذا هنا هذا هو الناتج الداخلي الخام كنقسموه على عدد السكان. اذا كنشدوا الناتج الداخلي الخام كنقسموه على عدد السكان عطانا 1100. اذا هنا نسبه ضعيفه جدا. اذا نظرا هذا الضعف، اذا هو ناتج عن ماذا؟ الناتج هو ان عدد السكان ديال الصين هو عدد هائل جدا يقدر بمليار و300 مليون نسمه، لهذا فالدخل الفردي نعم ضعيف جدا رغم القوه الاقتصاديه ديال الصين. اذا يبقى ضعيف رغم القوه الاقتصاديه ديال الصين. الى مع السنوات ما بين بعد 2000 تحسن هذا الدخل الفردي، الى انه يبقى ضعيف وهو مشكل كبير جدا للصين. الان سنتعرف على مشكل اخر وهو الهجره القرويه. قلنا ان الارياف الصين فانها تعاني من مشكل ومن الفقر، لهذا يضطر السكان الى الهجره الى المدن. اذا مثل هجره السكان الى شنغهاي باعتبارها مدينه ذات قوه اقتصاديه كبيره، لهذا فان مشكل اخر يطرحه هذا الفقر في الارياف وهو الهجره. اذا غنتعرفوا على شيء اخر، مشكل اخر هو التباين الذي الاقليمي الاكبر الذي تعرفه الصين تواجهه. نعم نلاحظ من خلال وثيقه 5 صفحه 220 ان الصين اذا هنا فيها تباين. لاحظتوا عندنا نصفين، نصف الشرقي والنصف الغربي. اذا النصف الغربي ما به النصف الغربي، اذا النصف الغربي هو نصف فقير بينما نصف الشرقي وهو نصف غني. اذا لماذا النصف الشرقي غني؟ لانه يتوفر على جميع المراكز والتجمعات السكنيه، لان السكان يستقرون بهذه المناطق الساحليه بشكل كبير جدا، بكين شكاي وكذلك هونغ كونغ. اذا هي مدن كبرى تتمركز في الساحل الشرقي. هذه المدن الكبرى لماذا تتمركز فيها السكان؟ لماذا؟ السبب هو انها تستقر فيها جميع الأنشطة الاقتصادية الصناعية والفلاحية والتجارية تستقر في هذه المناطق، لهذا فإن هذه المناطق تتميز بالغنى ديالها، بينما المناطق الغربية فإنها مناطق فقيرة، ما فيهاش السكان بشكل كبير، وما فيهاش صناعات، وما فيهاش كذلك تجارة، وما فيهاش فلاحة قوية، لهذا فإنها هناك مناطق فقيرة ومناطق غنية. إذا المنطقة الشرقية هي منطقة غنية فيها غنى من حيث السكان وكذلك من حيث الأنشطة الاقتصادية، بينما الغربي فإنه فقير من حيث السكان وكذلك فقير من حيث المواد المنتوجات الصناعية وكذلك الفلاحية. إذا هذا هناك فرق. إذا داخل الصين هناك منطقة غربية فقيرة ومنطقة فقيرة ومنطقة شرقية غنية بالسكان وكذلك بالأنشطة الاقتصادية.
هناك كذلك مشاكل أخرى تعاني منها الصين. إذا كما تعرفنا على أن الصين على المناطق الشرقية هي أكثر مناطق تستفيد من السكان وكذلك المنتوج وكذلك الإنتاج والسكان كما يبين الصفحة وثيقة الصفحة صفحة 200 وكذلك 220. إذا نلاحظ أن المناطق الساحلية يعني الساحلية الشرقية فيها بكين وكذلك شنغهاي وهونغ كونغ هي أكثر مناطق كيستقر فيها التجارة الخارجية، الرسامي الأجنبية يعني استثمارات الإنتاج والسكان ورغم أن المساحة ديالها فهي مساحة رغم أن المساحة ديالها هي مساحة قليلة جدا إلى راحة المساحة، بينما المناطق الغربية فهي المساحة ديالها كبيرة إلى أنها كتعاني من أن ما فيهاش إنتاج كتير، ما فيهاش الاستثمار الأجنبي، وفيهاش تجارة خارجية. إذا التجارة الخارجية والرأسمالية الأجنبي والإنتاج هو اللي كيجعل المناطق غنية. بما أن المناطق الغربية ما فيهاش هادشي إذا فإنها ضعيفة وفيها فقر. إذا هذه هي التباين الذي يحصل في المناطق الشرقية. كما هناك مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الصين وهي مشاكل بيئية مثل التلوث الجوي. كما نعرفوا أن الصين أكثر منطقة فيها تلوث جوي في العالم لأن السكان ديالها مرتفع لهذا فيها التلوث الجوي بسبب مجموعة من المشاكل بين بينها انبعاثات الغازات السامة خاصة في المناطق الشرقية لأنها هي اللي فيها الصناعة بشكل كبير جدا لهذا فإنها تعاني من التلوث. هناك كذلك التلوث الأراضي الزراعية بسبب استخدام المبيدات وغيرها وكذلك الشبكات المائية كذلك تعاني من التلوث. إذا خاصة بسبب الأمطار الحمضية أن الصين بما أنها فيها انبعاثات ديال الغازات كبيرة جدا فإنها تعاني من مشكل وهو مشكل الأمطار الحمضية. إذا وكذلك فإن الصين كتعاني من مشكل آخر هو تراجع المساحات الغابوية وكذلك الزراعي بما أن السكان ديالها إذا كتار كيحتاجوا مساحة فيش يعيشوا إذا كيضطروا أنهم يتخلوا على الغابات وعلى كذلك على الأراضي الزراعية خاصة كما قلنا في النصف الشرقي اللي كتستقر فيه السكان بشكل كبير جدا. إذا هذه أهم المشاكل التي تعاني منها الصين. هناك مشاكل اجتماعية وبيئية وكذلك اقتصادي. إذا كملخص إذا رغم التفوق الاقتصادي الصيني أو تقدمي إلا أنه يعاني مجموعة من الإكراهات والمشاكل يعني هي المشاكل والتحديات من أهمها ارتباط الاقتصاد الصيني بالسوق الدولية خاصة المعادن ومصادر الطاقة في أي خلل في عملية تصدير السلع الصينية أو استيراد مواد قوية سيؤدي إلى اقتصاد صيني سيؤثر على الاقتصاد الصيني وكما أنه يعاني من مشكل ومنافسة الأجنبية من طرف القوى الاقتصادية الكبرى ضعف مستوى التنمية البشرية الصينية انخفاض الدخل الفردي حضور تباينات إقليم بين جهات الصين كما قلنا مع الغرب وكذلك الشرق ثم تلوث الذي تعاني منه الصين. إذا كخاتمة تعتبر الصين من القوى الاقتصادية الصاعدة التي طورت اقتصادها بشكل كبير وهذا سيؤثر إيجابا على ساكنتها سيؤدي إلى تطور المستوى التنمية بهذه الدول. إذا إلا لاحظت أن كل سنة فإن كلما اقتصاد ديال الصين تطور كلما تطور المجتمع ديال الصين لهذا فإن الصين جعلت اقتصادها في خدمة مواردها البشرية. إذا الصين قوة اقتصادية هذا سيؤثر على مداخل الأسر وسيتراجع عدد الفقر في البلاد. إذا دمتم سالمين.